لحضراتكم. معاكم استر ثروت، انا استاذ مساعد الادويه والسموم بكليه الصيدله جامعه عين شمس، والحمد لله حصلت على جائزه الجامعه التشجيعيه في مجال العلوم الطبيه لعام 2022. انا عندي 28 بحث منشورين في مجال التخصص في دوريات عالميه، عندي عدد من الابحاث منشور في مؤتمرات دوليه، وعدد من الابحاث منشور في دوريات محليه. بصراحة كنت عايزة أشكر الجامعة على دعمها الدائم للبحث العلمي، بداية من توفير الدعم الأكاديمي من خلال الكورسات، الدعم المادي من خلال توفير أدوات البحث، كمان في اهتمام كبير بتوازن الجدول التدريسي أو الأعباء التدريسية والإدارية العضوية التدريس اللي بيتيح لي الوقت المناسب إن هو يعمل الأبحاث العلمية. دور الجامعة كمان مروراً بدعم النشر الدولي من خلال الاتفاقيات مع الدوريات والناشر، من خلال جوائز النشر الدولي، من خلال تحفيز الباحثين على التقديم على بعثات ومهمات علمية، وكمان التقديم على المشروعات البحثية. أنا كمان حابة أوجه كلمة لزملائي الباحثين، شجعهم أن البحث العلمي الحمد لله إحنا عندنا كل المقومات، عندنا الاساتذه اللي ساعدونا، عندنا المكان، عندنا الاجهزه، عندنا كل المقومات اللي خلينا نقدر نعمل بحث علمي. الحمد لله اللي قبلنا وفقوا، فان شاء الله ربنا يوفقنا احنا كمان. في النهايه احب اشكر اساتذتي، احب اشكر قسم الادويه والسموم برئاسه الاستاذه الدكتوره بتهال الدمرداش، احب اشكر جامعه عين شمس، حابة أشكر عميدة الكلية أستاذ دكتور أميني كامل لتشجيعهم الدايم ليا، وهم صراحة ليهم دور كبير أوي وفضل كبير عليا للحصول على الجائزة دي، وبشكركم.